السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات كتيرة بيبقى الواحد مكسل ان هو يكتب، ففي موقع انت تتكلم وهو يكتب. تمام، طيب ممكن تختار بقى اللغة اللي انت عايز تتكلم بيها، اعتقد هتلاقي فيه العربية. تمام اهوت، فبعمل له الاو. السلام عليكم، كيف حالك؟ ما هو اسمك؟ هل أنت بخير؟ صباح الخير يا بلدي. ممكن تبقى في بعض الكلمات يكون فيها مشكلة، فتقدر إن أنت تعدلها بعد ما تخلص. موقع ظريف. بعد ما تخلص ممكن تنسخ الكلام او تحفظ الكلام او تعمل له بابليش.